طب هو يعني انا برضو يعني هي كل السلوكيات دي في الاخر، هل اللي انت بتقوليه ده هل هو بيأثر نفسيا على الشخص بان هو بيتعود على حاجة، ولا هي فعلا بتأثر من ناحية طبية وعلمية على نشاط المخ؟ اللي هو المزيكا او انه يبقى كل نومه مرتبط السلوكيات اللي انت بمثلا بتقوليها دي، يعني انا لو انا بالتلفزيون. اتفرجت على فيديو على اليوتيوب اي حاجة، حصل اخبار انفجار في مكان حرب ايا كان، بتفرج على فيلم رعب، بتفرج على فيلم فيه حروب او قتل او كده، هل ده بيبقى بيأثر على نفسيتي انا كبس ان انا الحاجة اللي بتعود عليها وانا بتفرج بشوفها، ولا بيأثر فعلا على نشاط المخ وبيأثر كمان عليه على المدى الطويل؟ يعني المحتوى اللي حضرتك بتقول عليه ده مش مناسب قبل النوم، لاني انا هبقى خرجت من حالة النوم، يعني هدوء، ما يعني هو ايه، انا عايز سكينة. اعرف هو انا خرجت من دي، بيأثر على ايه بالظبط في بيزود البيولوجي بتاع البني ادم؟ في حاجة اسمها سليب درايف اه او هرمون اللي هو بيساعدنا ننام، سليب درايف وسيركاديان ريزم. سيركاديان ريزم ده اللي هو البيولوجيكال كلوك، المنبه بتاعنا. اه السليب درايف المنوم، مم. اوكي، الاتنين ليهم علاقة ببعض. كل ما اروح ناحيه الليل كل ما السليب درايف يبيلد اب، يزيد لحد ما اوصل للبيك وانام. ايه اللي ممكن يتعارض مع ده؟ حاجه منهم زي اللي حضرتك بتقوله دلوقتي، بيأثر ان على انا النشاط اتفرج على حاجه سخيفه، حاجه منغصه تضايقني، او زي ما قلت كده في الاول انتراكت في مشكله مثلا. طيب احنا عندنا موجات من المخ معروفه اللي هو الالفا، الجاما، البيتا، الثيتا، وفي ترددات بتبقى موجودة على اليوتيوب حتى لينا احنا كعوام، بتقولك مثلا دي على ميجا هرتز بدرجة معينة علشان بسيطة. موجات الجاما او الثيتا او الالفا. اولا اعرف منين، وفي ناس تانية من معسكر نظرية المؤامرة بيقولك خد بالك مش اي ترددات تكون مكتوبة بتكون حقيقية زي ما هما بيقولوا، ممكن تكون مضرة وانت قاري ان هي حاجة كويسة. المفروض ايه بقى الترددات الصحيه اللي اعود نفسي عليها؟ ده وانا نايم، ده وانا بالظبط احنا بنتكلم على النوم، ان انا ببتدي دلوقتي عايز ادخل في موجه معينه، هل ادخل في الجاما؟ يعني خلينا بس نشرح للناس الفرق ما بين الموجات الاربعه. يعني اما المخ بيكون على الموجه الفا، ده معناها ايه؟ او ثيتا او جاما. الموجات يعني الترددات بتاعه المخ في كل سليب ستيج، في كل مرحلة نوم. فيقول لك وانت داخلة في النوم ده بيبقى نوم خفيف، اول مثلا ربع ساعة من النوم، اول ربع ساعة دي بيبقى المخ لسه اكتف، فالترددات لو بنعمل لحد سليب ستادي او بايت في المعمل مثلا وبنشوف له رسم المخ وكده، بتلاقي ان بنعرف منين انه لسه في اللايت سليب او في النوم الخفيف، ان الترددات بتبقى شغالة موجودة، يعني زحمة بتبقى على موجة ايه كتير. بقى من الموجات الأربعة دي دي الموجة الأولى خالص اللي هو يعتبر صاحي، هو بيتنقل من مرحلة الصحيان الكامل للنوم الكامل، دي مرحلة في النص. الأبحاث بتقول لما الجم يعرفوا ايه لازمة ان انا اشغل مزيكا، او حتى مش مزيكا، ده في ممكن صوت زي صوت الغسالة مثلا، حاجة بتوش طول الليل تفضل على نفس الريتم كده، بيستخدموها في حالة واحدة، لو مثلا الشخص موجود في بيئه اصلا كده كده دوشه، زي مثلا في ناس في الاي سي يو او في الانتنسيف كير، وانت عارفه في الانتنسيف كير، معرفش يعني عندك فكره ولا لا، انه هي بتبقى فيها اجهزه كتير واصوات كتير، وده بيأثر على سليب كواليتي، على يعني جوده النوم. يعني انت بتدي له حاجه شبيهه باللي ودنه فاميليير معاه، او حاجه ثابته، اه بتذبذب واحد ثابت طول الوقت، حاجه مش مؤذيه ليه بيفضل عليها طول الليل، ده لو هو مش قادر ينام في بيئه هاديه. بس احنا لو متوفر لنا ان احنا ننام في بيئه هاديه مش محتاجين نشغل حاجه واحنا نايمين.